الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. طبعا من أصعب الحاجات اللي في الدنيا ممكن تعدي على البني آدم مننا الإشاعات. ودايما الإشاعات بتمس البني آدمين في يا إما في ماله يا إما في عرضه يا إما في حياته يعني في شغله. بس هي يعني بتبقى مؤذية بكل الأشكال. طبعا كلنا تابعنا امبارح وأول امبارح بالليل الخبر الكاذب اللي كان نزل على صفحة الوزير السابق أسامة كمال بعد ما تهكرت بوفاة السيد مرتضى منصور. وطبعا راجل طلع امبارح زي الفجر نفى الكلام دوت وطالب الأجهزة اللي موجودة في الدولة ان هي لابد ان هي تتحرك لان حصلت أذية كبيرة جدا لعدد كبير جدا من أهله وناسه ومحبيه و و إلى أخه. وطبعا حضراتكم عارفيننا يعني وعارفين أخلاقياتنا والتزامنا بقدر الإمكان وإن إحنا بنستطيع جيدا إن إحنا نفرق ما بين الخلافات في وجهات النظر في بعض الأحيان في 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 الشغل. الامور ما بتطلعش بالنسبه لنا بره اطار الشغل خالص يعني امور شخصيه والكلام دوت الواحد ما بيتعرضلهاش خالص يعني وبيرفض تماما النوع ده من الضرب او النوع دوت من الحرب او بيرفض النوع دوت من التجريح لأي حد يعني. فأنا طبعا واحد من الناس برفض هذا الكلام مش للسيد مرتضى منصور بس لأي حد يعني ما يعني ربنا طبعا يديله ويديني ويديكوا كلكم طولة العمر والصحة والعافية والخير ما يبقاش شر أبدا يعني. ده على مستوى الإشاعة. الناس اللي ما عملتش لايك اللي داخله دلوقتي استاذن حضراتكم نعمل لايك للحلقه للفيديو لان في بعض الحاجات كده المهمه جدا. ويمكن انا ما كنتش طالع النهارده انما في خبر استفزني جدا هو دوت اللي خلاني اطلع وهو يعني انا كان بقالي فتره شاكك شك كبير جدا ان علي معلول بيماطل في اداره النادي الاهلي في ملف التجديد بتاعه. وليد ابو زيد بيقول لي معلول وقع من زمان يا حلو. طب انا ما يا عسل ما بصدقش الا لما بشوف العقد وصورته مع التجديد مع امير توفيق زيه زي باقي زمايله. طب لما هو وقع يا معسل يا لذيذ الله يكرمك قول لي بقى قول لي بقى ليك قول لي يا ابو زيد كده والله الله يكرمك قول لي يا معسل يا لذيذ طالما وقع ما طلعش ليه وراني صورته مع امير توفيق مفيش بس يعني مش معلوم مش هوقع في السيري ليه هو موقع لنادي تاني ده مجدد مع النادي الاهلي الكلام ده لو موقع لنادي تاني وبتاع مش عارف ايه ومش عايزين يعلنوا عشان مثلا الفرقه ماشيه في دوري الى اخره. المهم يعني الخبر ده بصراحة وليد أبو زيد ماشي اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا رسول الله طلب إن ملف التوقيع دوت يتم تأجيله لما بعد الدور الأولاني من دوري المجموعات. وزي ما الأخبار بيتم تداولها وجاية بتقول إن في عرضين سعوديين جايين لعلي معلول من فرقتين كبار في السعودية انا بتحفظ طبعا على ذكر اساميهم قيمة 2.5 مليون دولار. وخليني افكر حضراتكم ان قصة الانتماء ومعاها اختها البكر ولاء القصة دي انتهت من زمان. ولاء طبعا انتوا عارفين اتجوزت واتطلقت واتجوزت واتطلقت 100 مرة
فلا بقى اصبح في انتماء ماتت، انتماء ماتت، وولاء زي ما حضراتكم شايفين كده ما فيش اي نوع من انواع الاستقرار. ليه؟ لأ كله بيبحث عن الماده دلوقتي، كله بيبحث عن الماده دلوقتي، وابوس التيشيرت بقى واحط قلبي على التيشيرت واعمل كده وبتاع، ماشي كل ده حلو وكل ده جميل وكل ما انا بقول لك يا عمرو اديب، عمرو امير اديب بيقول ما فيش حاجه اسمها انتماء، انتماء الله يرحمه، انتماء الله يرحمه من زمان، ولاء كانت لسه موجوده وبعد كده وبعد يعني جواز وطلاق وجواز وطلاق، فخلاص ما بقاش فيه ولاء، خلاص هي كمان بقى في ايه، في فلوس، في ماده، في فلوس وفي ماده، تمام، هو دوت اللي بيحكم العمليه واللي بيحكم الايه الشغلانه. ادينا شايفين رمضان صبحي بعد ابن النادي وبعد القصه وبعد الهيصه وبعد الحاجات ديت كلها 40 مليون، اي حد في مكان رمضان هيمضي وهيقفش ويحط في البنك وتمام التمام، والسلام عليكم، عليكم السلام يا جماعه، يا جماعه لازم نبقى منطقيين، لازم يبقى منطقيين، مش كده برضو ولا ايه؟ صح؟ يعني حتى بص انت باصص لي كده ليه؟ انت باصص لي كده ليه؟ يعني برضه هو الراجل يعني بص الحصان ده بيبصص نفسي بتاع مش عارف في ايه بصراحه. انا مش فاهم في ايه، يمكن مش عاجبه برضه الكلام ولا مش عارف، احتمال الله اعلم. المهم المهم فالمهم يعني في لعبه كده بيلعبها علي معلول هو والوكيل بتاعه، اهم حاجة وعم ولا يهمك يا عم وليد، لا والله احنا بنحب بعض يعني، انت فوق دماغي يا نجم النجوم، الله يكرمك ويكرم اصلك، انت راجل محترم وكويس، الله يكرم اصلك. طيب نعمل لايك بعد اذن ايه، بعد اذن حضراتكم. المهم يعني ملف التجديد بتاع علي معلول لسه يعني برغم من اي نوع من انواع التأكيدات اللي بتطلع منين، من النادي الايه، النادي الاهلي. محمد محمود متمسك جدا بالنادي الاهلي، محمد محمود لا يرغب باي شكل من الاشكال ان هو يطلع اعاره حتى في يناير القادم او ان هو يدخل في اي صفقه من الصفقات الايه التبادليه. ده كده يعني بعض الايه الملامح. النهارده اليوم هادي زي ما حضراتكم شايفين كده ومتابعين، واغلبية الدنيا مريحة يعني. فأبرز الأحداث اللي موجودة كانت على الساحة كمية الفلوس الكتيرة جدا لنادي الزمالك الموجودة كمديونيات على نادي الزمالك، واللي وصلت ان انت عندك فيه مليون دولار وفي مليون و200 الف يورو تقريبا لازم يدفعوا في خلال الفتره الزمنيه اللي قادمه، اللي بعض الناس قالوا لي حوالي 40 او 45 يوم، يا اما نادي الزمالك هيتعرض لوقف القيد الثلاث فترات. هي ديون الزمالك دي المفروض ان هي في رقبة مين؟ ناس كتير بيوقفوني في الشارع وبيقولوا لي يا كابتن تامر مين المسؤول عن الديون؟ هل ده غباء ادارات ولا جهل بالقوانين؟ مين اللي هيدفع الديون ديت في نادي الزمالك؟ وللاسف الشديد نادي الزمالك بيمر يا جماعه بمرحله من اصعب من اصعب المراحل اللي مرت عليه في تاريخه. السيد المحترم حسام المندوه بيقول ان اجمالي المديونيات على نادي الزمالك او اجمالي الفلوس اللي محتاجها نادي الزمالك علشان يشم نفسه ويطلع من نفق الديون ده ودون التعرض لاقصى درجات العقوبه ان انت تهبط للقسم الثاني لا قدر الله، يعني قال لك 200 مليون جنيه، 200 مليون جنيه.
طارق جبريل قال لك لو جبتوا سوبرمان او باتمان مش هيقدروا يشتغلوا في الظروف اللي احنا بنشتغل فيها دي، احنا بتتصدر لنا مشاكل كل لحظة والتانية. احنا عندنا 17 قضية في الفيفا نجحنا في انهاء 9 قضايا منها، دفعنا مستحقات ومبالغ مالية كبيرة جدا وشغالين على الباقي بنحاول نوصل لحلول فيها. ولجنة تنقية العضويات في نادي الزمالك اقتربت من انهاء عملها وبعدها يتم تحديد موعد الانتخابات. بيرد السيد رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وبيوجه رسالة الى اللجنة او الى لجان الكذا الذين تعمدوا اغراق النادي في الديون، هو انت لما تتجاهل جلسات بعض اللاعبين الذين ليس لهم مستحقات في النادي ده بوست رد من السيد مرتضى منصور عن كل اللي بيتم تداوله في الاعلام على ان نادي الزمالك محمل ومكبل ومقيد بهذا الكم الكبير من الديون واللي اغلبها كان في عهده. فبيرد وبيقول ان انت لما تتجاهل جلسات بعض اللاعبين الذين ليس لهم مستحقات في النادي ولا تقدم المستندات اللي تؤكد براءة النادي وسلامة موقفه فتصدر الاحكام ضد النادي حتى يغرق وهو ما كنتم تتمنوه. دي رسالة السيد مرتضى منصور الى اللجان اللي مسكت نادي الزمالك واللي بيرد على ادعاءاتهم فيها او بيرد على تصريحاتهم فيها، هما اللي بيقولوا يعني. انا بسرد لك خبر بعيد خالص تماما نهائيا، اوكي، بقول لك ده قال ايه وده قال ايه. هل يحاسب المجلس الذي تم طرده بدون اي سبب وكانت هذه الاحكام بعض نتائج هذا القرار؟ حاكمو لجان العار التي تم تعيينها لتدمير نادي الزمالك وسمعته، ده هو اللي بيقول، حاسبوا لجان العار وفلان الفلاني وعصبته الذين كانوا وراء قرار طرد المجلس وهللوا له، كفى تضليل للرأي العام وكفى أكا نجم زيب للتشهير بمجلس الإدارة المنتخب، وسيتم عرض كافة المستندات التي تبرئ نادي الزمالك ومجلس إدارته والتي تحت يدي لجان العار الآن وتعمدت إخفاؤها وعدم تقديمها للرد على أكاذيب هؤلاء اللاعبين. سنعرضها مجرد استلامنا النادي وعودة المجلس الشرعي المنتخب لنفضح هؤلاء الخونة المتآمرين. ده كان رد السيد مرتضى منصور على ما تم زعمه من بعض القضايا اللي تخص نادي الزمالك واللي تمت ايه في عهده. خبر تاني مهم جدا تم تداوله برضو امبارح واول امبارح دي اللي هي يعني، والخبر دوت لما اتكلمت واتاكدت من صحته ما لقيتش ان هو يعني يعني ما فيش حد نزل للسبب ده. الخبر معناه ايه؟ ان في لجان تم تكليفها من وزارة الشباب والرياضة، عدد من الموظفين خدوا اوامر بالتواجد في ادارات الزمالك المختلفة علشان يراقبوا كافة الاعمال لحين تسليم اللجنة الحالية النادي لمجلس المستشار مرتضى منصور العائد بحكم المحكمة. وكانت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قد قضت الاحد الماضي بقبول طعن السيد مرتضى منصور الذي يطالب فيه بالغاء قرار تجميد مجلس ادارة ورجوعه لرئاسة نادي الايه الزمالك. هو
الراجل هيعمل مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة علشان يشرح فيه كافة الايه، كافة التفاصيل. تمام. لما جينا او البعض جه حصر المديونيات العاجلة على نادي الزمالك، لقى ان الاجمالي بتاعتها 92,500,000 جنيه مصري، اللي هم عبارة عن ايه بقى؟ خالد بوطيب 2.5 مليون يورو، غرامة جروس 700,000 دولار، اتشن بونج 600,000 دولار، باتشيكو اكتر من 1,000,000 دولار، سبورتنج لشبونة 670,000 يورو. وابرز العقوبات اللي جت على الزمالك، جروس 700,000، اتشن بونج، محمد ابراهيم، شيكابالا، باتشيكو، خالد بوطيب، ومعروف يوسف. ومعروف ايه؟ يوسف. وانا بقول لحضراتكم ان الديون ديت جايه من سكه واحده. يعني في الناس زي ما انا بقول لك كده بيوقفوني في الشارع بيقولوا لي ايه؟ يا تامر يا تيتو، الديون بتاعت نادي الزمالك ديت يا كابتن من المتسبب فيها؟ واتعملت ازاي؟ هل هو جه؟ هل غباء في التصرف ولا جهل بقوانين؟ قلت له والله لا هو غباء في التصرف ولا جهل بقوانين. قالوا لي طب امال حضرتك بتفسرها بايه؟ فانا بقول لهم رد بسيط جدا، ان حضرتي بيفسرها ان انا واحد من الناس الزملكاويه اللي قعدت 37 سنه في نادي الزمالك، واللي لعبت في نادي الزمالك من وانا عمري 12 سنه، وموجود جوه نادي الزمالك لغايه النهارده، وانا عندي 50 سنه، فبقالي حوالي 37 38 سنه موجود في نادي الزمالك. لعيب بقى في الناشئين وفي الفريق الاول وفي منتخبات مصر كلهم، وبعد كده مدرب، وبعد كده محلل، وبعد كده اعلامي، وبعدين 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 وبعدين. تمام. والله يا فندم ما احنا بنتكلم، يعني احنا بنتكلم على كل الناس. الاستاذه مروه جلال، احنا حضرتك بنتكلم على كل الناس، ما حصرناش الديون في شخص، احنا بنتكلم على الفتره كلها حضرتك. وحضرتك لما تكوني يعني المفروض ان انت متابعاني عارفه ان انا اتكلمت بدل المره 10,000، وقلت فتره ممدوح عباس في نادي الزمالك هي واحده من اسود فترات واسوأ فترات نادي الزمالك، يعني قلتها بدل مره 300 مليون. رجعنا تاني للموال ده، هنرجع تاني للموال ده؟ معرفش، يعني انت المفروض متابعانا من زمان، يعني حضرتك وكان في حد قبلك برضه بيقول نفسي، مروه جلال ومين تاني؟ ها؟ في حد برضه، في حد زي حضرتك كده، ماشي؟ فيعني ما يعني يعني اتمنى ان ايه، ان يبقى الكلام على نفس مستوى الايه؟ الحدث. لا ما لا حضرتك كده داخله في امور جانبيه، بالعكس ده انا ما بتكلمش خالص، انا القصه دي منتهيه يعني بالنسبه لي من زمان، يعني قصه وقلنا كده يعني حضرتك يعني. المهم يعني خلونا بس نتكلم في المفيد دلوقتي، وبقول ان طب ما حضرتك المفروض ان يعني مش معلش برضه ممكن تكون بتمثل برضه وجهه نظر البعض، برضه حقها وحق من تمثل وجهه نظرهم ان هي تسمع. يعني حضرتك ده يعني في ناس بيقولوا لي استاذه مروه داخله موجهه ان هي عايزه تاخد الكلام في اتجاه معين، هي احنا بنوضح برضو عشان برضو ممكن ما تكونش سمعت الحلقات اللي قبل كده مثلا اللي انا حملت فيها اللجنه اللي فاتت مشيان باتشيكو وما جايب كارتيرون، ما هو ده برضو كلف النادي فلوس كتير. ممكن ما هي ما تكونش حضرت الحلقات دي او ما حضرتش الاجزاء ديت من الحلقات، فما تعرفش ان الكابتن تامر حميد طلع
وهاجم اللجنة اللي فاتت بشدة وبضراوة، وقعدت فترة طويلة جدا بقول لأ، وما ينفعش باتشيكو كان يمشي بالتوقيت دوت وترجع هارب تاني. وهي هي نفس المشكلة، اللجنة الحالية اللي موجودة موضوع حمدي النجاز، تمام؟ يعني الواحد دخل ووقف وهاجم، يعني انتقد بشدة اللجنة الحالية اللي موجودة. فاحنا يعني احنا انتقدنا السياسات اللي لبست الزمالك في الحيط، تمام؟ نتيجة ايه؟ نتيجة ايه؟ تمام؟ نتيجة ايه؟ نرجع بقى للموضوع الاساسي بتاع الحلقة. خلاص ماشي، يعني احنا كده عملنا ردينا وخدت حقها هي والفكر اللي او الاتجاه اللي هي بتمثله، وده اتجاه موجود برضو عند بعض الناس. عشان ما نطلعش بس بره الحلقة، كلمنا وقلنا ان الديون اللي موجودة في نادي الزمالك نتيجة ان نادي الزمالك لا يعمل بشكل مؤسسي على مستوى اداراته من فترة طويلة جدا. نادي الزمالك ما فيهوش منظومة عمل، ما فيهوش منظومة عمل، آلية الدايرة الدورة بتاعت من ساعة ما بيتم اختيار اللعيب لغاية ما اللعيب ده بيمشي من نادي الزمالك، من أول نقطة لآخر نقطة، الآلية اللي موجودة في النص دي او الشغل المراحل كتير اللي بيمر بيها دي مش موجودة، بتتعمل بشكل فردي وبتتعمل بشكل عشوائي. وهو ده اللي انا كنت بعاني منه في نادي الزمالك الفترة اللي فاتت ديت كلها، وكنت بنادي وبتكلم وبصوت عالي مع كل الادارات اللي موجودة، مش مع ادارة السيد مرتضى بس، لا، في ان لازم يبقى في سيستم، لان السيد مرتضى منصور مشي والاداره اللجنه اللي جت بعديه برضه هو نفس الوضع، واللي بعديها هو نفس الوضع، واللي موجوده هو نفس الوضع، مفيش حاجه اتغيرت، مفيش، هو نفس الوضع. ايه هو نفس الوضع؟ مفيش سيستم. فانا لا احمله لوحده، انا بحمل الجميع، واللي قبله على فكره السيد ممدوح عباس مفيش سيستم خالص. ده بقى السيد ممدوح عباس يعني في مفيش سيستم كان تماما نهائيا. مين اللي بيختار اللعيب؟ مين اللي بيتفاوض معاه؟ او مع ناديه او وكيله؟ مين اللي بيحدد قيمته الشرائية ده يسوى كام؟ مين اللي بيحدد الاحتياج الفني للفرقة ليه؟ مين اللي بيقول يعني ده ينفع او ما ينفعش؟ تمام؟ طريقة عمل العقد بالشكل القانوني اللي ما يخرش المية، اللي يحفظ حقوق النادي، جدولة فلوسه، وانت ماشي معاه جوه العقد بتاعه، سواء انت مضيه سنتين تلاتة اربعة خمسة، الضربات اللي بتحصل بتعالجها ازاي، بحيث ان هو، لان مفيش نادي في الدنيا طبعا، ملناش دعوه بالانديه بتاعت اوروبا والكلام ده كله، الناس دول في كوكب تاني، احنا خلينا احنا هنا كده على المستوى بتاعنا كده، ان مفيش نادي عندنا هنا هو يعني ملتزم يعني باليوم والساعه والثانيه والدقيقه في انه بيدي الناس فلوسها، لا طبعا كله بيتاخر. انما في ناس مثلا عمره ما ياخد ياكل جنيه مثلا على اللعيب، فاهمين؟ الضربات اللي بتحصل دي بتتعالج ازاي، بحيث ان انت لما بيحصل لك ضرب مثلا، اللعيب ما بيقبضش شهر، ما بيقبضش شهرين، لمكافاه مش عارف ايه، لو ايه، لو 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 لو، ازاي بتقدر تسيطر عليه بحيث ان هو ما بيشتكيكش، تمام؟ وهو ماشي بتخلص معاه الموضوع ازاي بلا ديول. وهي ديت المشكله اللي واقع فيها نادي الزمالك في معظم القضايا اللي عليه، ان قرارات رحيل او ترحيل او الاستغناء عن اللاعبين او المدربين ما تمتش بشكل قانوني مدروس، فبقت ديل
فانت بتمشيه وتخلص منه وخلاص ومش مشكله، عندك حق بروح الفيفا اشتكيني، وده مش صح، وده مش ايه، مش صح. افهم ان الكلام ده ممكن يبقى في حاله لعيب هايب، لعيب مش عارف ايه الحاجات ديت، انما في هذا الكم الكبير من الحالات يبقى هو ده عيب إدارة، عيب ايه؟ إدارة. وهو ده اصل الموضوع، اصل الموضوع في نادي الزمالك يتمثل في النقطتين دول. القرارات اللي بتتاخد ما بتتاخدش على الدراسة اللي انا قلت لحضرتك عليها في المراحل بتاعتها دي، كانت بتتاخد بناء على ايه؟ وما زالت بالمناسبة يعني على سوشيال ميديا وجمهور، سوشيال ميديا وجمهور. والله الجمهور هايج، غضبان، زعلان، قرفان، مش طايق خالد بوطيب، لازم يمشي. تقوم الإدارة عشان ترضي الجمهور تمشيه، تقوم تلبس في الحيط، ماشي. والله مش عارف مين ولعيب وهايل وممتاز لازم يقعد، زي مثلا موضوع ساسي ده. فالراجل طبعا يسمع الكلام دوت، الكينونة بقى والثقة بتاعته تتضبلر في حق ايه؟ نفسه، ويقيم نفسه سعره بدل ما يبقى بجنيه يبقى بتلاتة واربعة وخمسة كده. نادي الزمالك لن ينصلح حاله الا لو غير جلده الاداري في كرة القدم الآن. ولما أقول الآن فأنا أعني الآن، لأن اللي هيديه ملف كرة القدم مهما كان هيديه ملف من أصعب الملفات، وهيبقوا مجموعة من الكوماندوس، واحد بقى اتنين تلاتة أربعة عشرة، تمام. فإيه فيعني مفيش مشكلة، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لينا كلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يعني يوفق نادي الزمالك في الخير يعني الفترة اللي جاية بمشيئة الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.